نقف عند الأسوار الخارجية لمقر الدعم اللوجستي التابع لهيئة الحشد الشعبي، والذي تعرض إلى هجمة بواسطة طائرة مسيرة صباح هذا اليوم. المبنى يقف على مسافة بسيطة من مبنى وزارة الداخلية العراقية. حملت الحكومة العراقية التحالف الدولي مسؤولية ما حدث، متحدثة عن انتهاك خطير للسيادة العراقية، في وقت دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة نيابية طارئة لمناقشة التواجد الأمريكي والتحالف الدولي على الأراضي العراقية. الجانب الأمريكي أوضح عن استهداف الجيش الأمريكي لأحد القياديين في الفصائل المسلحة، والذي يستهدف القواعد والمصالح الأمريكية داخل العراق. الاستهداف هو الأول من نوعه داخل العاصمة العراقية بغداد، منذرا بتصعيد خطير خلال الأيام المقبلة.